مرحبا. توقعت لاقيكم خالي. حابب احكي معكم انتوا الاثنين. كرم، مستعجلين وعنا شغل. انا ما راح اخذ من وقتك كثير. كل القصة اني حابب تسمعوا شو بدي اقول. وصدقني ما راح اخركم. الي ايام عم فكر قديش انا زعجتكم. انتوا من زمان صرتوا عيلة واحدة. وبعرف ما الي مكان بيناتكم. انا غلطت بحقكم. وبتمنى تنسوا اللي عملته. انا جاي لاعتذر منكم. كلياتنا بنغلط، المهم انه نعترف بغلطنا. الوقت كفيل يحل كل المشاكل ورح ينسينا جروحنا. انا اصلا قررت اني ارجع على لندن وحبيت تسمع هالخبر مني. انت متاكد؟ يعني كلياتنا رح نشتاق لك. انا كمان رح اشتاق لكم، واكثر حدا هو انت، لاني ضايقتك هالفتره كثير. انا نسيت ولا يهمك. لندن بلد بيريحني كثير وانت بتعرف هالشي. دراستي حابب كملها، والدكتوراه يمكن اخذها، ويمكن ارجع اسس لشغل جديد ما بعرف. بتمنى انكم تتوفقوا بحياتكم. انت كمان الله يوفقك، لانك بتستاهل كل خير. كرم، انت ابني اللي بحبه. كون متاكد. رح كون مثل ما بدك. وبتشوف. شوفكن. كرم شاب كتير منيح، الله يوفقه بحياته. رح ينسى، فترة وبتمر. كرم شاب قوي. يلا نمشي بلا ما نتأخر. متع بآخر أيامك بهالدنيا يا عمران يوروقان. معلم، أنت عم تعصب بس الرجال حطك براسه، بيقتلك على الخالص وما بيهمه. شو رح يطلع منه؟ إذا قوته من المصاري معي 10 أضعاف. معلم، المصاري اللي معه ما بينعدوا، لا يغرك منظره المبهدل. امتى جمع كل هالمصاري وهو بالحبس؟ بإيده كل عمليات التهريب والمخدرات بهالبلد. قوي كتير، جوا وبرا عنده رجال بالميات. معقول يكون بهالقوة؟ آخ. هات لشوف، احكي لي شو بتعرف كمان. مثلا لسا امبارح المسا كانوا عم يحكوا بهالفتره في عندهم عمليه جديده، وعم يقول انه رح يطلعوا منا قد اللي عنده بمرتين. طيب ما سمعت امتى الموعد بالضبط؟ صدقني هاد اللي ما سمعته معلم، وغيره ما بعرف. معناها بدك تعرف. نعمة خانم تفاجأت لما شافتك بهالحالة. معقول ما تتفاجأ؟ متوقعين اني رح عيط وكسر. وما بقى رح تغيري طريقتك هي، اصحك، رح تلعبي دور البنت العاقلة، ورح يجي الوقت المناسب اللي رح يركعوا فيه تحت رجليك ويترجوكي. شوية صبر. تمام، ممتاز. بدي أحسن الموجود. يسلموا. ها
شكراً، أنا حليت قصة الشوكولا وأنت اتصلي وحلي قصة الورد، بس قولي لهم يوصلوه على البيت بلا ما نتأخر بسببه على الجماعة. طيب أنت لا تحملي هم أمي، أنا هلأ بحكي مع محل الورد. أنا رح أتأخر بالشركة اليوم، مضغوط. تعرف عمران مشغول اليوم، وأنا وحنان رح نخلص كل الشغل. الله يوفقكم ابني. الله معك، الله معك. خليني أطلع وامشي معك للباب. شايف كيف رجعوا زياد بيك؟ رغم كل شي صار وكل المشاكل، كيف رجعوا يحبوا بعضهم مثل قبل؟ وعمران كمان الله رح يوفقه بهالزواج الجديد. زياد بيك، انت لساتك اخذ على خاطرك مني؟ ما عم تطلع فيي مثل الاول؟ قديش عم حاول كرمال اولادنا ومصلحته؟ النمله تمشي بالطريق المزبوط، لكن اذا حدا بيطلع بطريقه وبيقاطعها بيكون اسمه حجر. انتي اسحبي ايدك من حياه اولادك، اصحك تتدخلي واتركيهم يحلوا مشاكلهم من دون مواعظ وحكم. وبعدين لاني عم بحكي معك كلمتين لا تفكريني سامحتك. هلا رح تروح تشوفه للصحفي؟ حكايتنا معروفه، بس راح أعطيه التفاصيل اللي بتلزمه وش لوش لحتى ينشر الخبر. يا مرتي المجنونة، يعقوب مخك مثل السم، بينخاف منك والله. بدي المكان والزمان لحتى رفيقي يبعت من عنده شي مصور محترف، وبكرة الخبر بيعبي الصفحة الأولى وراح أحتفظ بالجريدة لنضحك وما نمل. والله مالك هينة يا حلوة. ايه عمران كل عمره عم يضايقنا، وهلأ صار دورنا ما هي؟ عمران قربت نهايته، ومن بكرة ما رح يكون له عين إنه يطلع بوش أبي. كرم بعمره ما كان هيك، فجأة تغير، بس مو مشكلة، منيح إنه حس بغلطه. بصراحة تفاجأت كتير، يعني ما تخيلت يتقبل بهالسرعة. بنفس الوقت فرحت من قلبي. مريم يلي رح تتضايق لأنه رح تشتاق لابنها كتير، هو كل شي بحياتها. لا تخافي، بعد فترة بتلحقه، ولندن مو بعيدة، يعني بيجي يزورها بعطلته، وأنا رح ضل اطمن وما رح أتركه. الله يوفقهم، الفراق شو ما كان بيضل صعب. كتير منيح إنه الكل موجودين هون. شو الموضوع ابني؟ أنا مسافر على لندن. وين بدك تتركني وتروح؟ شو خطر لك تسافر هلأ؟ أمي دراستي تركتها من لما أجيت لهون، ومنه بريح راسي شوي. كلكن حاولتوا من البداية تنبهوني وترجعوني عن غلطي، بس أنا ما انتبهت وما سمعت كلامكن. أنا بعتذر من الكل. مو قلت لك أمي؟ أمي لا تلومي حدا، أنا الغلطان الوحيد، وفوق هيك هالقرار ما له علاقة بخالي وزواجه. بسبب ضيق الوقت أنا دبرت كل شي بسرعة، الفستان والورد والديكور، وجبت معي الكتالوج، بس لازم اليوم تختاره لحتى لحق. العروس موجودة، واللي بتطلبه رح يصير. بدي كل شي يكون بسيط ومو معجوب. لا تاكلي هم أي شي، إذا بتحبوا خلينا نبلش بالورد. هالخبر رح يكون مثل البركان. عمران وديما اتفقوا مع أم حاضنة بعد ما فقدوا الأمل من العلاج، ومن دون ما ياخذوا رأي البنت استخدموا بويضاتها وتأكدوا أنه الحمل نجح. حكاية حلوة يعقوب بيك. ها أنا ما بجيب لك قصص شو ما كان. هلأ لوين وصلنا؟ ها؟ المهم راحت الأيام وإجت الأيام، وعمران وقع بحب هالبنت. الأم الحاضنة؟ هي ذاتها وحياتك. وهلأ البنت
حامل بالشهر السادس، وعمران امبارح طلق ديما، واليوم المساء الأهل رايحين ليطلبوها للبنت. هاد عم يسجل اللي عم قوله؟ ايه عم يسجل، هاي التفاصيل رح تزيد القصة حماس وتشويق. اسمع القنبلة الحقيقية. يلا احكي بسرعة يعقوب بيك. ديما حامل، يعني عمران بطل حكايتنا، مرته طلقها كرمال حب حياته. تفاجأت كثير مو هيك؟ ايه طبعا، عم اعطيك القصة الحقيقية. اذا بتنفجر قنبلة نووية ما بتخلف كل هالضرر، ليك ناطر منك خبر يكسر الدنيا، والصور انت بذات نفسك تحصل عليهم، اتفقنا؟ بس يا يعقوب بيك بدي منك طلب خاص كتير. شو؟ بعرف عمران بيك منيح، قلبه كبير، بس اذا عصب ما حدا بيهدي. قبل هلا صار في سوء تفاهم وخلى الجريدة تقوم وما تقعد. ايه اذا كشفني ممكن اوقع بورطة كتير كبيرة ورح اخسر شغلي. ما بصير هيك شيء. اذا كان هو عمران انا يعقوب يوروقان، انت ساوي الخبر وخبي تسجيل الصوت والباقي علي. موضوع لندن اللي طلعت فيه قرار نهائي يا ابني؟ اي نعم جدي. امك رح تزعل على فراقك ورح تلاقي صعوبة لتتعود. تتعود جدي، انا مو اول مرة بسافر، وقت اللي بدها بتزورني او انا بيجي بشوفها. كمان انت تضايقت مني لاني تركت دراستي، فرح كمل دراستي ورح اشتغل بنفس الوقت. قررت افتح صفحة جديدة. تمام، الله يوفقك. بس أنا بحاجة للمصاري لحتى أبدأ، لأني رح أبدأ من الصفر، والكل بيعرف أنه إنجلترا غالية كتير. مفكرنا رح نبعتك من دون ما نأمنك يا ابني؟ شو ما بدك نحن جاهزين. شكرا جدي. طيب شو رح تشتغل؟ ما رح تلاقي صعوبة مع الدراسة؟ لا جدي، ما رح يكون في نفس الشغل، رح أشتغل بالاستيراد، ولهالسبب يمكن أحتاج مبلغ كبير شوي. قديش يعني؟ حوالي 1.5 مليون تقريبا. حوالي 1.5 مليون؟ مبلغ كتير كبير يا كرم، وحتى انه كبير كبداية. انت متأكد رح تنجح؟ ايه نعم جدي، منقول ان شاء الله. انا متأكد من شغلي ورح اشتغل مع ناس مضمونين، بس اذا ما بدك مو مشكلة، خلص بحاول دبر راسي لحالي. تمام يا ابني. هلأ بحكي مع البنك يحضروا لك المبلغ، وبس يحكوا معك بيكون المبلغ صار بحسابك. يسلموا جدي، شكرا على كل شيء. هذا حلو كتير رفيف خانم. عمران شوفه، حاسة انه مبالغ بسعره. لا حبيبتي، حلو كتير، اذا عجبك بيجيبوه. هذا اسعد يوم بحياتنا طبعا، وانتي شو ما بدك رح ينفذوه. برأيي هذا حلو. تمام، هذا الفستان تكرمي. شو بدي أقول؟ هالقصة معنا عادية، شغل كبير. والله حلال عليك لك محمود، حتى وانت محبوس عم تجيب شغل. اللي قدامك محمود على سن ورمح ولك، ولهيك لازم تفتح مخك منيح. ماشي، جهز لي حالك، اجمع الرجال وانا رح خبرك بالمكان والتوقيت تماما. ماشي، بتحط ايدك على البضاعة وبعدين بتخبيها، فهمت؟ ماشي محمود، لا تهكل هم ابدا. ليك ابني، هذا الشغل رح يطلعنا لفوق، حتى عائلة يوروقان ما رح يطلع لهم معنا. ماشي، انت بتبعت لي خبر. لك لوين؟ وين رايح؟ عود عود لشوف يا. شو؟ قلت لك على السريع بس مو هيك. رفيف شو اخبارها؟ هات لشوف. قلي رفيف لساعتها ساكنة بنفس البيت، بس عمران يوروقان عم يروح ويجي كتير لعندهم بهالفترة. يعمل شو ما بده،
يروح ويجي. رح أطلع من هون قريبا، بس هالمرة طلعتي غير شكل. مو عيلة يروقان، كل الدنيا رح تركع تحت رجلي. شكرا، عزبتكن معي. راسن وألف سيف إلا بدون يبعثوا لنا ورد استوائي. قلت له نحن رايحين زيارة وطلبة يعملوا بوكي صغير، المهم يكون حلو ومرتب. أنا كمان هيك قلت لهم. لو سمحتوا ما في داعي نضل نحكي بهالقصة، كرم عم يتضايق كتير، كأنه قصدن عم تحكوا بالحنة والعرس والكل عم يجاكروا. شو نعمل مريم؟ ما فينا نخبي اللي عم يصير. لقيتي موضوع لتتسلي ست شكران؟ بالأول رحتي وطلبتي رفيف لكرم، وهلأ بتطلبيها لعمران. يا الله دخيلك، بدل ما تشكريني لأني وقفت مع كرم، كلكم بهديك الفترة تركتوه لحاله وتخليتوا عنه. أصلاً أنا ويعقوب مانا رايحين معهم على الطلبة. غريبة، كيف رح تروحي هيك فرصة عليكي؟ أنا وزوجي لقينا أنه الأنساب عمي ومرت عمي اللي يطلبوها. ييه بكفي بقى، وقفولنا هالقال والقيل تبعكن. ايه أمي، أنا بلشت اتضايق من كتر ما عم تحكوا بتفاصيل العرس. كرم معند وبعد العرس بده يسافر، ما عم بقدر غير له رأيه، وأنتوا عم تحكوا قدامه كأنكن قصدين تجاكروا. حفيدي أذكى بكتير من إنه يفكر بهاي الطريقة. شوفي الولد حس بغلطه واجا اعتذر من الكل لحاله. كتير حلو. دخيلك مريم لساته شاب، ومع الوقت بينسى كل شي، كل شي بينتسى. الأحسن إنه يسافر أمي؟ شقفت بنت فرقت العيلة. اصبري بنتي، العمر قدامه، بكرة أو بعده بيلاقي بنت الحلال اللي تناسبه وبيجيب لنا إياها، ونحن بوقتها رح نفرح فيه، وبإذن الله منعمل له أحلى عرس. أنا عم بستنى لحتى أشوف أولاده وحطهم بحضني. إن شاء الله أمي، إن شاء الله. مرت عمي طبعها صعب، ولا تقولي إن بنتك. أنا هديتها، بس مريم عندها حق، وأنا ماني مقتنعة ولاني مرتاحة لكل شي عم يصير بهالفترة. رفيف لازم تبوس إيدها لأنه صارت كنتنا، وإذا شافت حالها خلي عمران يعمل العرس لحاله. اف، رح شوف جماعة المطبخ. عزبتكم، شكراً كتير. ما بدي أي تأخير. تكرم، لا تقلقوا أبداً. كل شيء كأنه حلم. فرحانة؟ كتير. نحن فكرنا بكل شيء بس ما فكرنا ببيتنا. هذا بيتنا حلو كتير. حلو، بس لما جهزته أنت ما كنتي موجودة. إذا بتحبي أنت فوتي لجوا وشوفي شو ناقصه، وأنا بهالوقت بروح على السيارة بجيب كم غرض لي. إن شاء الله بس ما تكون جبتني لهون على الفاضي. قلت لك ما بتفاصل. وأنا ما بدي فاصلك. لو لقيت حدا أرخص مني ما كنت رجعت لعندي. قالوا لي إنك موهوب كتير بهالمجال. اللي حكولك ما كذبوا، كل شغلي تمامه على الليبرا، وبما أني قبضت اعتبره ميت. قلت له خلصني، لازم يموت. أكيد رح يموت. اوعك تجي بكرة وتقلي غيرت رأيك. فكر كمان شوي. قلت لك اقتله، عمران يروقان رح يموت. معناته اتفقنا. رح بلش بمراقبته، لازم حضر للعملية. أنا رح خبرك بالمكان والزمان، بدي كون موجود.
عمران، قلت لي رح تجيب أغراضك من السيارة. بصراحة كذبت. أنت شو عم تعمل عندك؟ من مبارحة عم فكر فيكي وفيني وبمستقبلنا. في شي علق براسي. أنا لسه ما تقدمت لك للزواج. حبيبي أنا ما فكرت بهالقصة، كل شي كله تطور فجأة. نحن منحب بعضنا وهذا الشي بكفي. يا ريت لو كان فيني أكتب بقدرك الفرحة والسعادة، بس ما بملك هاي القوة. بس فيني أقول طول ما قلبي عم يدق رح كون جنبك وعم بحميكي، وطول ما فيني نفس عم يطلع رح تضلي ساكنة عقلي وقلبي ولو شو ما صار، ومراد رح يقربنا من بعضنا أكتر. نحن مثل هالشتلة بس رح نصير شجرة كبيرة، طبعا إذا أنت بتوافقي. رفيف، تقبلي تتزوجيني؟ بقبل عمران، بقبل. نزلي هيك مو أحلى؟ نفس الشي. بناتي وحبيبات قلبي قديشكن حلوين، مثل الملايكة عم شوفكن. ايه يلا لا تضيعوا وقت، هلأ بيصلوا الجماعة. يلا رفيف اطلعي جهزي حالك. ايه؟ حاضر. نازلي امتى بدنا نفرح فيكي؟ لا امي بكير لسه. يلا لك انت عاي معي ساعديني بالمطبخ. أهلا وسهلا. تفضلوا أهلين وسهلين. أهلين فيكي. الله يرضى عليكي. مساء الخير. يسعد مساك زياد بيك. Thank you.
معلم محمود تفضل الشاي. شاي؟ يسلم. خلص فيك تروح. صحتين وهنا. يسلموا ايديك، عزبتك. شكرا. كرم، كرم ابني، كرم لو سمحت ممكن تقلي لوين بدك تروح؟ رح نحتفل انا وسليم شوي امي، مو اكتر. بشو رح تحتفلوا؟ رح نحتفل بحياتي الجديدة. ابني انت عن جد منيح ولا هيك عم تحاول تظهر لي؟ ابني كل ما بفكر فيك بموت من الخوف. انا منيح امي، حتى بعد كم يوم رح كون احسن بكتير، كل شي رح يكون مختلف. انا ما بيهمني غير اني شوفك مرتاح، همي الوحيد هي سعادتك يلي ندرت كل عمري كرمالها. ما تنسى هالحكي بنوم. ما بنسى امي، يلا بخاطرك. حبيبتي يلا انت جيبي الشوكولا وتعي. طيب. اسلموا ايديكي. يسلموا. صحتين وهنا. شكراً لك. يسلموا. يا خانم، الله جمعنا هلأ لننسى اللي راح ونفكر باللي جاي. منتمنى أنه تكون أيامنا حلوة وما فيها مشاكل، وبشكر الله لأنه بعت الأولاد بيرفعوا الراس. هلأ ابني عمران ورفيف الله يخليها حبوا بعضهم، والله سبحانه وتعالى جمعنا لنكون بهاليوم الحلو والسعيد موجودين لنتفق ونصير عيلة واحدة ونجمعهم ونزوجهم. ابني عمران وبكل فخر لحد اليوم ما غلط أبدا، وهلأ نحن طالبين على سنة الله ورسوله بنتي رفيف زوجة لابني عمران. مرقنا بأيام صعبة زياد بيك، بس هالفترة الصعبة كانت السبب لهي الجمعة الحلوة. عمران شاب ما في مثله بالدنيا، وما عندي أي شك إنه رح يكون زوج صالح وإنه رح يكون سند إلى طول عمره وحياته. وأنا بنتي إن شاء الله رح تكون على سنة الله ورسوله زوجة صالحة لعمران ابنكم. ايه منقول مبروك زياد بيك، خلينا نلبسهم المحابس. معك حق. Thank you.
يلا نشوف إن شاء الله تتهنوا. ويسكي لو سمحتي. عفوا. ولك انت مو شايف قدامك؟ كرم وقف، مو بقصده شبك. اسف ما كان بقصدي. كرم كرم لا تواخذنا، حصل خير. لشو هالتوتر؟ على اساس بدنا نحتفل؟ ماني متوتر بس يمكن انفعلت. يلا تعال. نزلي استعجلي شوي حبيبتي. خير نعمت خانم، إذا بدك شي نزلي بتجيب لك إياه. لا لا أنا أجيت لحتى أحكي معك. خير؟ كنت رح أجي بكرة بس قلت يمكن ما يكون عندك وقت، لهيك قلت منحكي من راسي لراسك كم شغلي. نزلي يلا بنتي روحي ضيفي الشاي قبل ما يبرد. سلطاني خانم، نحن التنتين من بلد وحدة، ما هيك؟ طبعاً. شو بيترتب على أهل البنت وشو لازم يعملوا أهل العريس منعرفه، وأكيد رح نعمله، بس الأصول اسألك شو عم تفكروا؟ بتعرفي حضرتك كل شي صار على عجلة، بتعرفي إنه بنتك حامل، وأكيد ما رح تطلبوا حفلة عرس لأنه مو حلوة بحقكم، أنتِ موافقة؟ نعمت خانم، أنا بنتي رفيف إن الله راد رح تتزوج مرة واحدة بعمرها، وشو ما في بقلبها وبعقلها وبخاطرها رح تعمله وما رح تخجل، يعني الحنة والعرس بصيروا حسب الأصول. طبعاً أنا سألتك لأنه بعرف إنه هاي هي الأصول، وأكيد ابني عمران لازم يكون مرتب شي. طبعاً أنا متأكدة إنه عمران رتب كل شي من أحسنه، بس مدام حضرتك سألتي من الأصول والأدب أنا بدي جاوب إنه كل شي بيكون حسب عاداتنا. طبعاً أكيد من حقك تطلبي، ونحن من واجبنا إنه ننفذ. بكرة المساء إن شاء الله منعمل ليلة الحنة عنا. لو سمحتي لا تغلبوا حالكم، البنت بتطلع من بيت أهلها، يعني قصدي الحنة بتكون هون. لا أنا ما بسمح بهالشي، يعني كم شخص رح يسع بيتك سلطاني خانو؟ القصر كبير وفي خدم كتير. خلاص سلطاني خانو، من الحنة بكرة المساء بنعمل عنا بالبيت إن شاء الله. ضحية رفيف عم يشرب، منسلم عليه؟ ما في داعي، تعي خلينا نروح على طاولتنا. تعي أمي. مرحبا كرم. أوه أهلا وسهلا. عم تشرب من وجعك؟ لا، عشرف حياتي الجديدة. تفضلوا اقعدوا. كاس أوندراك لو سمحت. ديما شو عم تعملي؟ أمي ما رح تخرب الدنيا من كاس. شو جابك لهون أنتي؟ عادي، هوا البيت كبس على نفسك؟ زحمة طبعاً. لا، ما في حدا بنو. العيلة راحت تعمل الواجب ويطلبوا رفيف لخالي عمران. هيك لكان. حلو كتير. قديش كنتي مرعوبة بس كل شي مشي مزبوط ولبستي المحبس بإيدك. ما عاد إليك مهرب رفيف خانو. ما رح أشلح المحبس من إيدي لآخر عمري رفيف. أنا لأني وعدت لديمة فما حكيت لأهلي عن قصة البيبي الجديد، وانت تفهمتي هالشي وسكتتي، بس قلبي مو مطمئن. معك حق عمران. ليكي ما عم بحكي هيك لزعلك. بكرة الصبح رح روح أحكي لأهلي كل شي، هنن كمان من حقهم أنهم يعرفوا.
ما في لزوم ضل مخبي عليهم. الله أعلم قديش رح يفرحوا لك، بدال الحفيد صاروا اثنين. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، وألف ألف مبروك. شكراً، الله يسلمك. تصبح على خير ومبروك. وانت من أهله يا خانو. تصبح على خير يا عمري. تصبحوا على خير.